اليوم تم عقد اول جلسه محاكمه بدر الملف اللي يعرف بالراي العام بقاتل بدر، فكمت اليوم اول جلسه بمحاكمه القاتل بدر. فتم تاخير الملف بطلب من الدفاع، سواء دفاع المطالبين بحق مدني سواء دفاع المتهمين، وايضا لتعيين المحامين لبعض المتهمين اللي ما تعينوش لهم المحامي ديالهم في اطار ينوب عليهم ويدافع عليهم على الحقوق ديالهم. صحيح في اطار المحاكمه الحضوريه فتم احضار المتهمين، تم استنطاق ديالهم فقط الاسماء ديالهم وتاكد من الاسماء ديالهم والهويات ديالهم، وتم استماع الدفاع. فالدفاع كلا الطرفين كما قلت دفاع المتهمين ودفاع المطالبين بحق المدني التمسوا مهله لاعداد الدفاع، فالملف تاخر 16/1 للبدء في المناقشه والدفوع الشكليه والطلبات الاوليه. بطبيعه الحال فالقانون احنا دوله الحق ودوله المؤسسات ودوله القانون، فالملف من بعد ما تحال عن قاضي التحقيق ترفعت عليه السريه، فالسيد قاضي التحقيق خدا متابعات في حقهم اللي تقريبا جات في نفس الاتجاه اللي مشات فيه اتجاه النيابه العامه، فكان تهم كتختلف ما بين القتل العمد مع سبق الاسره والترصد، وما بين السرقه الموصوفه، وايضا ما بين تسهيل فرار المتهم من فارم العداله وعدم تبليغ عن جنايه على مدى وقوعها.